عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مرة تانية ولكن في فقرة تالتة من حلقتنا النهاردة في كورة بلدنا. الحلقة التالتة بعنوان الاتجاه المضاد للقطاع الخاص. معانا ضيفة لها تجربة في القطاع الخاص، معانا الأستاذة دينا محمد. نرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طب ايه هي بقى تجربتك في القطاع الخاص اللي انت عاوزة تقولها لنا من خلال الهواء النهاردة؟ لا، هو التجربة اللي انا عايزة اتكلم مثلا بالنسبة للفصل التعسفي لحقوق العمال، بالنسبة للقضايا العمالية، يعني احنا محتاجين نوعي العمال بطريقة قوية جدا ان هم لهم حقوق. يعني دلوقتي عناصر عقد العمل بيشمل ثلاثة، يعني انا عندي العامل هو الرقم واحد الرئيسي، رقم اثنين صاحب العمل، رقم ثلاثة الاجر اللي هو مقابل ان صاحب العمل بيديه العامل. تمام. دلوقتي اي مشكله بتحصل مثلا في القطاع الخاص مثلا، فبيروحوا جايين مستغنين عن العامل بدون اي سبب. يعني احكي لك مثلا موقف، او اتفضل. اتصدفت في موقف مره، كنت بعمل تقرير او حاجه في شركه كويسه جدا، فالمفروض ان فيها شؤون قانونيه. موقف من داخل العمل يعني الموقف ده داخل مكتبك او داخل العمل بتحكي على ارض الواقع، ده حقيقي بالظبط يعني. دي حقيقه. ان بس عامله، بس بدون ذكر اسماء. لا، ما فيش ذكر اسماء طبعا، بس احنا بنعمل طوعيه مش اكتر. اتفضلي. اللي كانت عامله شغاله على خط انتاج اتعرضت لموقف سيء من المشرف بتاعها، ان هو تعدى عليها لفظا وجسديا، فهي مثلا طلعت تتكلم عن حقها لفظاً يعني. لفظا وجسديا يعني لفظ ماشي. ومد ايده عليها. ضربها يعني. مد ايده اللي هو اتعدى حدوده معاها. ما خدتش اجراء ليه ضده؟ هي اول ما طلعت مثلا تاخد اجراء، فلما طلعت للشؤون القانونيه فبتحكي لهم الموقف، فبعدين راح جاي بقى. انا فضولي كنت حابه اعرف يعني رد فعل الشؤون القانونيه ايه بالنسبه للست اللي طالعه دي. تمام. او العامله دي اللي لها اكيد حق. اكيد يا استاذه دينا انت تعرضتي طبعا مساءله بسبب تدخلك بين زميلتك. اتعرضت، بس انا حبيت اتدخل. اكيد يعني حبيت اتدخل. فلما جت يعني جت مثلا بتحكي الموقف، لقيت ان الاتجاه المضاد يعني مضاد من ناحيتها قوي. يعني انت ليكي حق، يعني المفروض يروح قايل لها ايه مثلا؟ اكيد انت غلطت في الشغل. انا عايز بس عشان الناس تستفاد من كلامك. انا مش عايز الروايه كامله، انا عايز مختصر الموضوع. هل اخذوا ضدها قرار مثلا بفصلها او استبعادها من العمل؟ دي اهم حاجه في الموضوع. لما هي، وهل انت اتضررتي بسبب تدخلك ووقوفك جنب زميلتك؟ اتفضلي. لا، انا ما اتضررتش قوي، انا بتكلم عليها هي ان هم مثلا عملوا لها فصل تعسفي. فصل تعاقد. وانت اللي هو انت بالتعاقد انت كمان ولا انت لسه في العمل؟ لا، انا الحمد لله موجوده. يعني لسه موجوده في العمل يعني. يعني اتعمل لها فصل تعسفي اللي هو ايه، مش عاجبك الشغل امشي. فهي طبعا لما خرجت احنا حابين نوعي كل مرأة عامله ان ليكي حق، انت تقدري انك تروحي مكتب العمل وتتكلمي عن حقك. تمام. وتقدمي شكوى ضد وليكي طبعا القانون العمل هو اللي حميكي. يعني انت جاي تتكلم عن المشكله دي النهارده عشان بتوعي زمايلك في القطاعات الخاصه. ايوه. ما اي ضرر لكم او اي حاجه قانون العمل بيحموكم. قانون العمل بيحميهم بالظبط. يعني قانون العمل بيحمي كل عامل في القطاعات الخاصه، لان هو خاضع للقطاع الخاص. فانت لما بتقدمي شكوى ان انا اتفصلت بدون مبرر، هما بيقدروا يتخذوا قرار ضد الشركة أو ضد صاحب العمل. يعني إيه سبب الفصل؟ أنا سامع، أقسم بالله ما أنا سامع حاجة. اتفضلي اتفضلي كملي. إيه سبب الفصل مثلا؟ فهم بقى بتاخد حقها. يعني يعني خليكم عندكم توعية إن أنتوا حقكم مش ضايع. قانون العمل واتحاد نقابة العمال شايفين شغلهم كويس جدا. تمام؟ تمام. طب انت بتنصحي نصحت زمايلك او العاملين في القطاع الخاص بسبب مشكله حصلت قدامك. طب انت تقولي ايه رؤساء العمل يتعاملوا معاكوا ازاي؟ هو الناس انت طالب منها، انت طالب منهم انتاج. بس في في احترام، في اللي احنا يبقى في تحفيز معنوي علشان الناس تبقى حابه الشغل. يعني مش تضيع حق حد، حرام. تمام. يعني انت ما تفصلش. معانا بعض الصور كده نحب نشوفها على الشاشه يو على الاقل يعني، وهي بتتكلم. اتفضلي كملي يا استاذه دين. بالظبط. احنا معانا صور على الشاشه. طبعا دي من نادي عمال المنصوره، وبنبارك لنادي عمال المنصوره.
صاحب العلامة الكاملة في قطاع الناشئين بقيادة طبعا رئيس القطاع الكابتن محمد الصعيدي. ونشكر جميع المديرين الفنيين بالقطاع من 2005 الكابتن محمد فاروق نجم مصر ونجم النادي المنصورة السابق، والمدير الفني الحالي بنادي عمال المنصورة 2005. ألف مبروك لحضرتك الفوز بالأمس، وأيضا للكابتن أمجد العجازي ألف مبروك ل 2007، وأيضا للكابتن مين تاني يا جماعة معانا؟ 2000 فريق 2010. ألف ألف مليون مبروك لجميع القطاع، العلامة الكاملة في جميع الماتشات في مسابقات دوري منطقة الكورة بالدقهلية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم. ودي صور معروضة أمام حضراتكم، السيد طبعا السادة أعضاء مجلس الإدارة كل مباراة موجودين في أرض الملعب مساندين للقطاع. وبنشكرهم طبعا من خلال الكابتن محمد الصعيدي. الكابتن محمد الصعيدي اتصل عليا وطبعا بيقول ضروري جدا اوجه الشكر للساده اعضاء مجلس الاداره بقياده السيد اللواء جمال مرعي رئيس مجلس اداره نادي عمال المنصوره والساده اعضاء مجلس الاداره، والشكر ايضا لجميع الاجهزه الفنيه بالقطاع والبراعم والمدرسه لتحقيق العلامه الكامله. ويتمنى لهم طبعا كمحافظه دقهليه ان هم دايما يكونوا حققين العلامه كامله دايما. وكده بهذه النتائج تكون في منافسه شرسه جدا مع اكبر الانديه داخل المحافظه زي نادي المنصوره ونادي تكرنس ونادي طبعا طلخه وكهرباء طلخه. وكان طبعا كل الشكر لهم والتقدير على هذا الانجاز الرياضي الجيد. وطبعا احنا في الحقيقه يعني الوقت ضيق، فانت سردت كل شيء في عبارات جميله وبسيطه، فنشكر الاستاذه دينا على وجودها معانا النهارده لان كانت مهتميه جدا تسرد مشكلتها ومشكله زمايلها في القطاع الخاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.